السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو هذا حنحلو تجميع الكلينيكال كيسز اللي كانوا في دفعة مقابلة 3-4 اللي هي كانت دفعة أنا. تمام، بسم الله. First question: A 25-year-old woman presents to the clinic with a 10-day history of watery diarrhea, abdominal cramps and bloating. She has no other medical problems. ركزوا في هذه إن she has no other medical problems for diarrhea فقط. And is up to date on her vaccinations. She reports that she recently returned from a trip to India where she drank tap water and ate street food. ففيه مراجعة للعيادة تشكي إن هي لها 10 أيام تشكي من diarrhea. والdiarrhea هذه مية بس، مية ف يعني صافية، ما فيش dysentery، ما فيش blood، ما فيش pus، عبارة عن إسهال مية بس. عندها شوية وجع في الأبدومن بتاعها، abdominal cramps، وتحس بالانتفاخ. قالك إنها ما عندهاش أي مشاكل صحية تانية، وحتى الvaccinations بتاعها كلهم واخدتهم، والمناعة بتاعها تمام. بعدين اخذوا منها هيستوري وقالوا لها وين كنت وهيك وهيك. قالت لهم ان انا كنت مسافره للهند وكيف روحت وغادي شربت ميه من شيشمه وكلت ماكله الشارع. فواضح ان هي الحاجه اللي اخذتها هذه اخذتها من الانفكتد فود اند واتر. اوكي، سو ذا اوبشنز، ويتش اوف ذا فولينج از ذا بيست تيست تو دايجنوز ذس بيشنت ايلنس؟ مايكروسكوبيك اكزامينيشن اوف ا ستول سامبل، رابيد انتيجين تيست، بلود كلتشر، فايل كلتشر. اولا خلينا نعرف احنا على اما بيرسايت ندوب. فهذه واضحه، قلت لكم البيرسايت اللي هي تسبب في دايريا فقط من غير شيء هي كريبتوسبيريديوم بارفم، عباره عن تفقد الانسان يفقد كميات كبيره من واتر معها الالكترولايتس، ممكن تؤدي حتى الى الموت، تدير في جفاف، يدير في سيفير ويت لوس. تمام، تلخبط الهوميستاسيس اللي داخل كله لانه حيصير في تلخبطه في الالكترولايتس. طبعا احنا نعرف ان احنا ندعو على كريبتوسبيريديوم بارفم، هنقول شنو الدايجنوسيس للبيشنت ايلنس، كيف ناخذ الدايجنوسيس. فكان انتم حافظين يعني المفروض الكريبتوسبيريديوم بارفم حناخذ عينه من الستور ونديروا له مايكروسكوبيك اكزامينيشن. هذه هي طريقه الدايجنوسيس. سو ذا كوركت انسر از اي، مايكروسكوبيك اكزامينيشن اوف ا ستول سامبل. تمام، السؤال اللي بعده. A 23-year-old African man presents to the clinic with intermittent fever, dyspnea, and fatigability. On examination, he was pale, yellowish sclera, and enlarged liver and spleen. Your provisional diagnosis was malaria. Thick and thin blood smears were ordered. The purpose of thick smear is okay. ففي رجل أفريقي جاي للعيادة يشكي عنده حرارة متقطعة intermittent fever. ديزني، شوفوا طبعا الكيس هذا كله أنا بنقراه لكم نشرح لكم بالك، هو أصلا أعطاكم جواب قال لكم هي ملاريا. فأنتوا الأجوبة الأوبشنز بتحلوا حاجة على الملاريا أدريدي، أنتوا مش لازم تعرفوا هو على شنو يدوي. يعني intermittent fever والديزني وفتيك بتشوفوا خلاص قال لكم هي ملاريا. فبدي أجيكم سؤال زي هذا ما تضيعوش وقتكم تقعدوا guessing هو قصدي خلاص قال لكم شنو اسم البيرسايت. فبروا next step إن أنتوا تبوا تعرفوا الحاجات هذه على البيرسايت. المهم طبعا نشرح لكم سؤال انه هو جاء عنده حراره متقطعه ما يقدرش يتنفس كويس، انفتيجابيلتي، هذا طبعا علامات الانيميا وهذه ديما تصاحب الملاريا. بس تراجع معلوماتكم. علامات ثانيه للانيميا انه هو هيز بيل يلو سكلارا، يعني ديما شاحب الوجه بتاعه شاحب، والسكلارا هذه اللي فلان لونها اصفر او شاحبه. عنده اللارج ليفر اند سبلين، هيباروسبينوميغالي. بعدين خدنا دايجنوسيس طلع انه هو ملاريا. ثيك اند ثين بلود سمير، يعني البلود سمير خدنا واحده ثيك اللي هي غليظه وثين يعني رقيقه. فتوا قال لك ان احنا علاش خدنا thick smear، يعني علاش خدنا واحده غليظه وواحده رقيقه، هو تحديدا يبي يعرف the purpose of the thick smear. تمام، شوف احنا انت بنجي ناخذ diagnosis، ناخذ زوز، ناخذ thick و thin. علاش thick؟ ناخذ فيها باش نشوفوا هل احنا اصلا عندنا positive ولا negative. فانا لازم ناخذ كميه كبيره باش نشوف هل البارسايت هذا موجود، فانا بكميات كبيره باش نعرف هل هي العينه هذه positive ولا negative. فهمتوا؟ يعني انا لو اخذت عين رقيقه بكل عادي مرات فيه تشانس ان البيرسيت ما يكونش خشلي في هذيك العينه، لان انا العينه اخذتها فيري ثين. فانا لازم ناخذ ثيك بلود سمير باش نتاكد ان انا ضمنت جزء من العينه هذه بتاع البيرسيت باش نعرف هل هو التحليل بوزيتيف او نيجاتيف. الستيب اللي بعدها تو انا عرفت ان هي بوزيتيف او نيجاتيف ان هي مثلا بلازموديوم باهي. تو انا بنعرف اما نوع من بلازموديوم، هل هي بلازموديوم فالسيبارم، بلازموديوم فايفاكس، بنعرف اما سبيسيمن تحديدا. وباش نعرف هيك لازم نشوف الشكل نتاعها سبيسيفيكلي. فشنو ندير؟ نقعد نرقق في بلود سمير، نخليها very very thin بس عم تنشبحها تحت الميكروسكوب نقدر نشوف الديتيلز كلهم، نقدر نشوف كل التفاصيل، وعم تنشوف التفاصيل نقدر نشوف المورفولوجي ونعرف اما سبيسيز بالضبط. يعني خلاص الستيب الاولى عرفت انه هو عنده بوزيتيف بلازموديوم، بس انا بنعرف اما سبيسيز از فايفاكس از اوفال از فالسيبارم. فوي دو از نت تاخذ الثين. فهو تو قال لك ذا بيربس اوف ذا ثيك سمير is to identify the cost of parasite. This is wrong لان قلنا ناخذ الثين باش نديروا ايدنتيفيكيشن باش نعرف بالضبط اما نوع. The purpose of the thick smear is to quantitate, quantitation of the cost of parasite. Quantitation يعني نعرف الكمية، بهي يعني متنين بكمية ناخد thick، ومتنين بنعرف النوع ناخد thin، فنين بنعرف الكمية بس نعرف هل هو positive test أو negative test. So the correct answer is B. Okay, a newly married female presents with symptoms of urogenital infection. قصدي من أول جملة طول نعرف إنه يدعو على trichomonas.
بس نكملوا. The diagnosis of trichomonas vaginalis was confirmed by wet mount microscopic examination. ففي female جت متزوجة من جديد جت تشكي عندها infection في اليور جنتال اريا, عندها التهاب. بعدين درنا لها diagnosis وطلع انها trichomonas. All the following are true except, يعني الأجوبة اللي جاية كلها صح, طلعنا ما هي غلط. Okay. It is transmitted only through sexual intercourse. Her husband must be treated. The infection is frequently asymptomatic in men and has been linked to cervical cancer. أول حاجة قالك إن هو ينتقل من خلال sexual intercourse بس, وهذه غلط لأن نعرف هو trichomonas الصح. The main method of transmission is through sexual intercourse. لأنه أصلا it's a sexual transmitted disease. It is an STD. It is an STD. ولكن ينتقل حتى من طرق أخرى. ممكن ينتقل من خلال الفومايتس. الفومايتس هما الحوايج, مثلا البيت شيتس, الفط. ممكن ينتقل from a baby, from a mother to her baby when she's giving birth. أمتى الأم تولد والبيبي يطلع من vaginal region, ممكن يأخذ, يعني هي مثلا تولد وهي عندها trichomonas, مرات تمشي تخش البيبي, تخش للعين, تخش للفم, مهم تمشي تخش للبيبي من الطريقة. ف it's not only transmitted sexual intercourse even though it is the main method of transmission. So this is wrong. Her husband must be treated. هذه صح. احنا قلنا بما انه هو sexually transmitted disease فهو قاعد ينتقل بين الهزبند والوايف, فنعم تنجين عالجهم, لازم نعالجهم الجوز. حتى لو المان ما عندهم symptoms لازم نعالجهم. The infection is frequently asymptomatic in men. هذه صح, بتكون عادة المان asymptomatic, ما فيش أعراض. فلهذا ديما لازم ما تنجون ديروا diagnosis, ديروا لهم الزوز. فمش كان لقيت ان المان ما عندهش أعراض معناها ما فيش, لا, هو يمكن يكون حامل المرض لكن ما فيش أعراض. Has been linked to cervical cancer. This is correct. ففيه لينك, يعني يقول إن فيه ترابط بين ال trichomonas vaginalis والcervical, ونسبة يعني تزيد في نسبة حدوث cervical cancer. فاحنا قلنا أما هي غلط, هذه غلط. So the answer is A. أوكي, هو أصلا هنا مش مدارينها بالأصفر, المهم إن هو the answer is A. تمام. A 59-year-old boy is admitted to the hospital for intravenous fluids and supportive care. He is also given an antiparasitic medication to treat the cryptosporidium infection. The boy's symptoms improve over the next few days and he is discharged from the hospital after a week. The preventative tips which can be followed to prevent reinfection are... Okay, فهذه حالة تانية, كيس تاني للكريبتوسبوريديم. قال لك إن في ولد عمره 5 سنين خششوه للمستشفى باش يديروا له انترفينس, يعني يدخلوا له انترفينس فلويد, معناه إنه هو فاقد مية هلبة هلبة, يعني صاير له كومبليت دراينس, صاير له جفاف. فلهذا عطوا له سوائل اللي هو انترفينس بقى فلويد, عطوا له سوائل من خلال الاي في. بعدين هذا مشو عطوا له انتي باراسيتيك تريتمنت باش احنا نقضي على المرض, لانه عم تجينا مريض بنعطوا دواء يقضي على المرض وبنعطوا حاجات باش نديروا له انعاش للمريض, يعني مش حنهتم لان نقضي على الكريبتوسبريد ونخلي المريض نتاعي عنده جفاف. فهم عطوا له انترفينس فلويد وعطوا له انتي باراسيتيك تريتمنت. المهم بعدين بعد كم يوم طلعوه من المستشفى وجاء الدكتور بينصح المالي, بيقول لهم يعني بريفنتيف تيبس, يعني حاجات لازم تديروا بالكم عليها. فشنو البريفنتيف تيبس هادو؟ قالوا رقم واحد avoid drinking untreated water, يعني تتفادى ان انت تشرب مية غير معقمة, وهذه صح. علاش؟ ان الكريبتوسبوريديم ناخده فيها من infected food and water, فالمية اللي مش معقمة تجيب لنا في الكريبتوسبوريديم. wash your hands thoroughly with soap and water after using the bathroom. هذه حتى هي صح, لان الكريبتوسبوريديم ممكن تجي من خلال infected hands, فلازم نغسلوا ايدينا كويس. avoid swimming in untreated pools. this is correct, لان الكريبتوسبوريديم ممكن تجينا من مية وممكن تخش لنا الداخل, فحاول انت تتفادى, يعني لو كان حوض سباحه مش معقم ومدروش كلورين وهيك, لان هذه واحده من طرق انتقال الكريبتوسبيريديم. فهذا كله صح. Therefore it is all of the above. تمام. A lady, 23-year-old lady came to the emergency room complaining of recurrent attacks of fever, يعني حرارة تمشي وجيه متقطعة, swollen lymph nodes for 1 month, عندها تضخم في lymph nodes for 1 month, and now noticed a whitish color of her urine. لقيت إن في لون أبيض في اليورين متاعها, يعني كأنه حليب تخلط مع فلويد, بهي كأنه cloudish whitish color. المهم on examination of blood film sample we find, يعني شنو هي البرسايت اللي لقيناها, اخذنا عينه درنا لها examination وشنو هو البرسايت اللي لقيناه. قال لك عندك microfilaria of the Wicheria bancrofti, الادلت نتاع Wicheria bancrofti, الاج نتاع الاسكاربس, والاج والterminal span of schistosomum هيموتوبيم. هيموتوبيم اول حاجه هذه بنلغوها, هذه اكيد لا, فهي لأن it does not cause recurrent attacks of fever وما يطلعش في اليورين, يطلع في السطول. المهم هذي لا, عندنا دور خيار بين Wicheria bancrofti والشيستوسوم هيماتوبيوم. شوفوا الشيستوسوم هيماتوبيوم تطلع في اليورين راهي, لكن اليورين متاعها ما يعطيش whitish color. الوايتش color هذي يعطي فيها Wicheria bancrofti, إن هي عم تتخلط الهيدروسيل فلويد يتخلط مع اليورين يعطي whitish color. باهي وspecifically المايكروفيلاريا هي اللي تطلع مش الأدلت, اللي يطلع في اليورين هي المايكروفيلاريا اللي هو البيبيز, يعني مش الادلتس, مش حنلقوا الادلتس, حنلقوا المايكروفيلاريا.
حاجة تانية إن ال recurrent attack هذه تصير في البكر، يعني لو أنتم متفكرتوش نقطة الوايتش كولر، ال recurrent attack of fever تصير في البكر يا بانكروفتي، يقولوا لها elephantoid fever. elephantoid لأن هي شكلها زي الألفنت، يعني ال characteristics متاع المرض، فهي يقولوا لها elephantoid fever، عبارة عن تجيك حرارة وبعدين chills، يعني كي تبدأ ترعش من السقع، بعدين تجيك حرارة بعدين تبدأ ترعش من السقع، فهذا اسمه recurrent attacks، يعني تمشي وتجي. أما بالنسبة للشيست السومي متوبم حتيجيها نوع حرارة اسمه كاتاياما fever، لكن it's not the same. متقعدش تمشي وتجي، but it's not recurrent. يعني recurrent هي recurrent bankruptcy، والenlargement متعلم في نوت حتى هي تصير في recurrent bankruptcy. فخلاص فاحنا يعني من هادو واضحة انه ما recurrent bankruptcy، لكن هل لازم تتفكروا هل هي microflora ولا adults؟ فلازم تحفظوا ان microflora هي اللي تطلع في اليورين. okay so the answer هنا is A. تمام. a 5-year-old boy presents with perianal itching. قزينا طول قلت كلمة perianal itching، نعرف ان احنا ندو على entropis vermicularis، فهي واضحة هي الوحيدة اللي دير في perianal itching. predominantly at night، يعني بدأت في الليل. perianal itching هو في حك في منطقة الانس. a tape test confirms the presence of eggs. which combination of PERSA and its complications correct؟ جو دارو لا diagnosis من خلال a tape test، هو نوع شروطه هيك خاص بالparasite هادي، يجو الشروط هذا يلصقوه على anal region وبعدين ينحو ويدرو لا diagnosis تحت الميكروسكوب بس يشوفوا الparasite شن هي بس تلصق في اللصقة، فهذي يقولوا لها scotch tape test. فهي خلاص فقالك إنه هو قصدي واضح الكيس هذا ما فيهاش، قالك إنه هو عنده perianal itching ودارو، وهو أصلا حتى النوع التست هذا أول ما يقولك tape test تعرف إنه هو يدير فيها entropis vermicularis. فتوى قال لك قولي شنية البرسايت وقولي شنية الكمبليكيشن متاعها، which combination of PERSA and its complications is correct. فحنا تو نعرف انها entropis vermicularis اهم من البسنان اكيد لا، وتركوريس تركوري لا. شوفوا هذا، شوفوا التريك هنا، oxyuriasis نفسها معناها entropis vermicularis، مش هتشوفوا entropis تقولوا هذه طول، لا حتى oxyuriasis is another name for it. فلازم تركزوا انتوا في الاسامي التانية. entropis vermicularis is also known as oxyuriasis، يعني هو نوع المرض يقول لها oxyuriasis. فأنتوا تو الخيار بين هذه وهذه، وأنتوا بتشوفوا الكومبليكيشن أما هي اللي كوركت، والإجابة الصحيحة هي الأبندسايتس، لأن الإجابة في الميكلاريس مرات تطلع من الأنتستاينز وتمشي لمناطق أخرى، وأكتر مكان تمشي له الأبندكس ودينا التهاب فيه ودينا في أبندسايتس، مرات تمشي حتى للليفر هي بهين، لكن ما تدلناش في ليفر فيليور. هنا قال لك entropis vermicularis and liver failure، يعني الفشل كلوي، بس هي ما دلناش فشل كلوي، يعني حتى الخضله لو مشت للليفر مش حدلنا فشل كلوي، it's not that severe. باهي فباش ما تلخبطوش، هي تمشي زوز، تمشي للابندكس وتمشي للليفر. في الابندكس دير في appendicitis، دير في التهاب، لكن في الليفر ما ديرلناش في liver failure، يمكن دير لها التهاب هيك ولا manifestations، لكن مش حدير فشل كلوي. فهذا the answer is D. تمام. A 16-year-old woman presents with recurrent abdominal pain. She exhibits stunted growth and underweight. After diagnosing her with a chronic intestinal helminth infection, her doctor prescribes a specific medication. Which organism is most likely suspected and what is the best treatment? فقالك إن في مرأة يعني مش مرأة، عمرها 16 عام، بنت جت تشكي عندها abdominal pain يمشي ويجي، يعني وجع في الابدومن لكن مش constant، كلمة recurrent يعني يمشي ويجي. لقوا ان هي عندها stunted growth. شو معنى stunted growth؟ ان النمو بتاعها اقل من طبيعي، يعني مش قد عمرها، هم عندهم standards معينة، يعني مثلا طفلة او بنت عمرها 16 عام مفروض يكون وزنها كذا، طولها كذا، النمو بتاعها يكون كذا، فهي لقوا ان عندها النمو بتاعها stunted، يعني مش قد النمو الطبيعي. بهي ولقوا ان هي underweight، يعني فقد هلبة وزن مش تحت الوزن الطبيعي. داروا لها diagnosis ولقوا ان في helminth، يعني في chronic intestinal helminth، عندها helminth مش محددين شنو هو، نمت وتسست وترمت، المهم ان هي عندها helminth infection. فاحنا تو بنديروا كروس للبروتوزوا كلهم، عائله البروتوزوا بنديروا لها كروس، هو اصلا مش حاطينه في الاوبشنز. المهم فقال لك which organism is most likely suspected. الاوبشنز حطوا لك ascaris، entropis vermicularis، الهوكوم، والفاشيال هيباتيكا. تمام. لو تتفكروا الاسكاريس انتوا طبعا بتشبحوا كل خيار وبتقولوا هل هو صح او لا. فالاسكاريس لامبركويدز قلت لكم ان هي اكبر دوده في عائله النماتودز، فهي هذا رقم واحد. رقم اثنين قلت لكم من كثر ما هي كبيره شنتير تبدا تاكل في ماكلتنا، يعني الماكله انا اللي خششتها لجسمي باش نستخدمها، انا تمشي تاكلها الدوده هذه لان هي حجمها كبير هلبه وتاكل هلبه، فتبدا تاكل في ماكلتنا كلها. فلهذا بدات تقعد كرونيك انفكشن، يعني الدوده هذه مثلا لها سنه قاعده عندي ولا لها شهور. تخيلوا انتم الماكله اللي ناكل فيها كلها الفتره هذه الطويله، الماكله اللي ناكل فيها كلها انا ما نمتصش فيها تاكل فيها الدوده. فلهذا هذا سبب استنتج جوث ان انا ما فيش نمو طبيعي، لان الماكله المفروض ناكلها باش تدير لي نمو طبيعي قاعده تاكل فيها الدوده. وحاجه ثانيه ان انا ام اندروي، حتى لو قاعده ناكل هلبه قاعد وزني تحت الطبيعي. علاش؟ لان الدوده هذه قاعده تاكل في كل شيء اللي انا ناكل فيه.
Therefore, the answer هنا is Ascaris. This is correct. لأن هي الدودة الكبيرة وهي يلي دلنا في underweight و stunted growth. Entropis vermicularis هذه pinworm ما دلناش في underweight. Hookworms هذه عادة ندير في أنيميا والفاشيال هيباتيك اللي مع الترمتودز. So the answer here is Ascaris. A 27-year-old woman who recently returned from a trip to the Middle East is experiencing intermittent pain in her right upper quadrant. An ultrasound shows multiple cystic lesions in her liver, and she's diagnosed with an echinococcus granulosis infection. She asks about the primary mode of transmission, which one is considered as the main route of infection. ففيه امرأة كانت في الميدل إيست في المناطق الشرق الأوسط جت تشكي من وجع يمشي وجي intermittent pain قاعد في الرايت upper quadrant وبعدين جو داروا لها ultrasound بهي اللي هو مثلا سيتي سكان أو الأشعة يعني طبعا في different types في ultrasound سيتي سكان MRI انتوا أول ما يقول لكم طبعا نديروا في diagnosis هذه حتزبط انهم يدوا على echinococcus لأن هادو ما الميثودز اوف دايجنوستس. المهم لقوا ان في سيستيك ليجنز لقوا ان في اكياس في الليفر بتاعها وبعدين خدوا عينه ولقوا ان الاكياس هادو هما اكينوكوكس جوينلوزس. يعني هم عطوكم الكيس وعطوكم الاجابه عطوكم طول ان هي سببها الاكينوكوكس جوينلوزس. تشوفوا السؤال قداش سهل قال لك which ones considered the main route of infection فهذه ما تعتبرش كيس هذه عطيك اسم البارازايت وقال لك شنو هي الروت اوف انفكشن بتاعها. احنا نعرف ان الروت اوف انفكشن تنتقل من خلال انجشن اوف ايجز ثرو انفكتد فود اند واتر. خلاص هذه سهله يعني تصار كيس عندك الاسم البارازايت وقالك what's the route of infection وانت المفروض تكون حافظ routes of infection. الإكينوكوكس جرانيلوزس تنتقل من خلال ingestion of eggs ناخدوا الأجز ناكلوهم بعدين يبدو يكبروا داخل جسمنا ويكونوا cysts. تمام. So the answer here is D. A 30-year-old man presents with abdominal discomfort and the passage of white, flat, proglotted-like structures. Proglotted. انتو طول بتقولوا كلمة proglotted حتعرف ان هو يدوي على تينيا. بعدين تينيا عندنا يا اما ساجنات يا سوليم. فقبل ما حتى تكملوا الكيس واضحة. Proglotted خلاص. انا معناها يدوي على تينيا. فروض هذه من العمل تعرفوها. لان structure هذه موجودة في تينيا. He recently consumed undercooked beef. Which persa is most likely responsible? فخلص راجل كبير جاء عمره 30 عام عنده وجع في الابدومن ريجن بتاعها خدوا عينه من السطول بتاعه لقوا انه فيه وايت ستراكشرز هيك انواع هذا البروجلوتيد اللي هو جزء من الستراكشر بتاع التينيا هذه يقولوا له بروجلوتيد نوعهم ابيض ذير فلات لانهم من عائله الترمتودز فقاعدين يطلعوا من السطول بتاعها وخدوا هيستوري منه قالوا له انت شنو واكل ريسنتلي شنو مش عارف شنو قال لنا انا مثلا الاسبوع اللي فات كليت لحم ني فانت خلص طول بتبدا تربط الاحداث. What's the option? تيني ساجيناتا فاشيال هيباتيكا نكتر أمريكانا شو اسمه جبانكم فأنتوا طول بتقولوا تيني. هما حتى أسئلتهم الحق غبية لأن لو هما بجد يبوا يديروا لكم تريكس بيحطوا لكم مثلا تيني ساجيناتا ولا تيني سوليم مع أنه حتى لو حطوا لكم تيني ساجيناتا وتيني سوليم قاعدة سهلة أنه هو حدد لي قال لك إن هي أندر كوكت بيف لأن تيني ساجيناتا تنتقل من البيف والتيني سوليم جي في البورك حشاكم اللي هو لحم الخنزير فهو حدد لك تو فيري أوبفيوس يعني أولاً proglotted عرفنا أنه تينيا undercooked beef عرفنا أنه يدعى الساجناتا فthe answer here is تينيا ساجناتا هو diagnosis. Next question. A patient presents with swelling in the inguinal region. Radiological imaging shows Dan's sign. ركز في الكلمة هذه. هذه خلاص شبه حدثكم الإجابة. That is pathognomic for a specific condition. What is the causative parasite and its best treatment? فقال لك إن جاك مريض يشكي عند انتفاخ في منطقة الانجوانال ريجن. خدوا طبعا صور أشعة. خدوا ultrasound, CT scan, MRI, whatever. مهم إن خدوا صور أشعة. ولقوا إن هو البارسايت هذه عندها الدانس ساين. دانس ساين شنو؟ في بارسايت معينة اللي هي من الأخير قصدي البكتيريا بانكروفت باش ما نطولش عليكم. البكتيريا بانكروفت هذا مثلا جون يديروا لها دايجنوستس تبدا تبان كأنها ترقص هيك يمين يسار يمين يسار فمشوا قالوا لها هذه اسمها الدانس ساين. الدانس ساين أنت تشوفها تحت الألترا يعني الراديولوجيكال ايمجز حتظبط طول إن هذه هي البكتيريا فهذه حاجة خاصة بها فذاتس وورد باثوجنوميك يعني الدانس ساين از سمثينج كاركترستيك خاصة بالكونديشن هذه. هو قال لك شنو هو الباراسايت خلاص الباراسايت هو الليمفاتيك فيلوريسيس اللي هو البكتيريا بانكروفتي والدرج اوف تشويس بتاعها هو الداي ايثال كاربامازين. اوكي فبتحفظوا الميثودز اوف دايجنوستس حتى المهمات. تمام. An Egyptian farmer reports severe itching and redness on his leg after crossing a water swamp. حتى دي من الجمله الاولى واضح قال لك انا فيه واحد يعني مزارع مصري اختم من خلال واتر سوامب اللي هي كانها بحيره ميه لكن بحيره مش نظيفه يعني سوامب يعني مش نظيفه باهي وبعدها اول ما اختم الميه هذه بدا يحس في احتكاك واحمرار في الرجل يعني الرجله بتاعها كلها بدت تحك هيك تحك فيه مع بعض وبدا لونها احمر باهي. Later on he develops سامحوني دقيقه تصير كرسي اوكي.
Later on, he develops abdominal pain and comes to your clinic as the first step. What is the most probable diagnosis and what is your initial investigation? فبعدين طبعا بعد دواء يعني اول لما بدت بسيفير اتشينج اول لما بدت برجله في هيك درماتايتس باي وبعدين يعني في التهاب في السكن وبعدين خشت لداخل وبدا حتى الابدومينال ويجن يوجع. فاحنا نعرف ان الشيستوسوما طبعا اوبشنز كلهم شيستوسوما. الشيستوسوما هي تنتقل من خلال سكين بنتريشن وقت تجي تخش السكين بتاعك تخلي في اثار تخلي في اتشينج ويبدا فيه احمرار وتبدا تحك مع بعض كلها باهي يقولوا لها درماتايتس يعني تدير في انفلاميشن في السكين. فخلص نعرف ان عاده الشيستوسوما كلها تدير هيك. فاحنا كيف حنعرفوا هل هي الشيستوسوما مانسني ولا جابانيكم لانه اعطيك الخيارات الصوص. شوفوا هو قالك ان it is an Egyptian farmer مزارع مصري. واحنا نعرف ان الشيستوسوما جابانيكم قاعده في المناطق الاسيويه اللي هو زي جابان وتشاينا والمناطق هذه. فهذه الحجره بتخلينا نختاروا مانسني مش جابانيكم بهي حتى احنا بنلغوا جابانيكم لانه قالك Egyptian farmer. فده علاش مرات لازم مهم تعرف حتى الامراض المعينه هذه وين موجوده يعني في اي مناطق. تمام فبعد ما اختارنا مانسني بنشوف الانيشال انفستيجيشن. خلاص هذه واضحة المانسن تطلع في ستول الأجز متاعها فبنديرولها ستول أناليسيس. وإحنا نعرف إن الأج متاعها very characteristic هي اللي فيها lateral spine هي اللي شكلها هيك. هذه الأج متاع الشيستوسوما مانسني. فالنيش investigation إحنا حناخده عينة من ستول أناليسيس. So this is the answer. إحنا اخترنا مانسن لأنه هو Egyptian farmer. اخترنا الشيستوسوما مثلا خيارات كل الشيستوسوما بس إحنا قلنا الشيستوسوما لأن الشيستوسوما تخش من خلال skin penetration وديرلنا في dermatitis في skin. واخترنا ستول أناليسيس لأن الأجز يطلع. Tamam. A child in a Wulu village has reported attacks of hematuria. Considering the village has numerous freshwater ponds where children frequently play, what causative parasite might be responsible? Additionally, what long-term complication do you anticipate for this child? فقال لك إن في طفل قاعد في قرية يعني يعيش في قرية جاي يشكي من hematuria. Hematuria هو الدم اللي ينزل في اليورين يعني نزيف مع اليورين. دم قاعد ينزل مع اليورين مش مع السطول. فقاعد في اليورينري سيستم. المهم قال لك ان القريه هذه فيها بحيرات قاعدين يلعبوا فيها الصغار عاده. فانتوا اعرفوا هذه بروف او هنت يعني على طرق الانتقال نتاع المرض. فوا كوست اوف بيرسايت مايت بي ريسبونسبل يعني شنو هو البيرسايت اللي مسؤول. تمام احنا عندنا تو هنتس. اول واحد قال لك ان هو يدير في ماتيوريا وثاني ان هي تنتقل من خلال الفريش ووتر بونز. شوفوا الاوبشنز قال لك عندنا شيستوسوما مانسني اند ليفر فايبروسيس urinary blood flux and vesicle cancer ascaris lumbricoides and intestinal obstruction tiny sodium and cyst sarcosis. تمام اول حاجه نحب نلغي الاسكاريس لامبريكويدز. اسكاريس لامبريكويدز ما ديرناش في هيماتوريا. فتفكر في اسكاريس لامبريكويدز هي اللي ديرنا في intestinal obstruction هي الدوده الكبيره هلبه وتسكر في الامعاء وتقعد تاكل في مكلتنا والى اخره. المهم ما لناش علاقه بالرينال سيستم ولا ديرنا في هيماتوريا فهذه كانسل. تيني سوليوم نفس الشيء ما ديرناش في هيماتوريا ولا لها علاقه هذا الزوز بنلغوه. تمام طبعا عندنا A و B الشيستوسوما مانسي و urinary blood flux. urinary blood flux هو مسمى تاني للشيستوسوما هيماتوبيم. ريتو انتم مش قلتها لكم قبل ان انتم لازم تحفظوا both names the common name و scientific name. فالشيستوسوما هيماتوبيم يقولولها urinary blood flux والشيستوسوما مانسي يقولولها intestinal blood flux. خلاص واضحة المانسيني هي الانتستانل فهي اللي موجودة في الانتستانل هي اللي تطلع مع السطول ما تطلعش مع اليورين مش حنلقاها في اليورين. لكن اليورينري بلود فلو واضح اصلا كلمه يورينري هي الشيستوسوما هيماتوبيم هي اللي تمشي لليورينري سيستم فهي اللي حددنا الهيماتوريا. شو ندير الشيستوسوما هيماتوبيم او اليورينري بلود فلو ان هي طبعا مش قلت لكم شكلها مفرجي هيك مداير هذه السباين بتاعها تيرمينال جاي في الحاشيه والشيستوسوما مانسي السباين بتاعها هيك باهي. المهم ان هي بتقعد بالسباين بتاعها تقعد تجرح في الوول بتاع اليورينري سيستم تجرح 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 وتدير في بليدنج والدم هذا ينزل مع اليورين باهي. فهذا كيف ديرنا في هيماتوريا. خلاص وقال لك واتش لونج تيرم كومبليكيشن يعني على المدى الطويل شنو حتسببنا. حتسببنا فيسكل كانسر. وكيف تصير دي تو كونستنت ايريتيشن لان الاجز قاعدين يجرحوا في الوول كونستنتلي وانت يقعدوا يجرحوا السكن الوول بتاعنا عشان يدير اندوثيليوم يدير في ميتابليجيا يقعد يحول في السيلز بتاعه باش يحاول يحمي نفسه والميتابليجيا يؤدي الى كانسر المفروض قارين باتو تعرفوه. فاللونج تيرم كومبليكيشن هو فيسكل كانسر. سو ذا اوبشن هير از بي. تمام a 25-year-old woman was diagnosed as visceral leishmaniasis. What are the other organisms which can be transmitted by the same vector? فقالك إنه في مرأة جت عندها visceral leishmania الفكتور متاعها شن يقدر ينقل من أمراض أخرى يعني. فقالك هل يقدر مثلا ينقل West Nile virus chikungunya virus both A and B or none of the above. تمام الفكتور متاعها طبعا أول حاجة لازم نعرف شنو هو الفكتور. فالفكتور متاع visceral leishmaniasis هي الفلوباتم السانفلا. الفلوباتم السانفلا تنقل في حاجتين تدير في visceral leishmaniasis وتنقل في مرة تانية اسمها sand fly fever بهي يقولوا لها sand fly fever. فهل تدير في West Nile virus؟ لا. chikungunya virus؟ لا. both A and B؟ لا. so the answer is D.
يعني هي تدير في visceral leishmaniasis and sandfly fever نوع مرض. تمام. A child presents to school health staff with severe itching on his head, scratch marks on his scalp. What are the most likely diagnoses and drug of choice? فجاك ولد صغير جاي خش الإدارة متاع مدرسة قال لهم إن أنا راسي حك هلبة 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 severe itching يعني مش حكة طبيعية. ولقوا جو شافوا الفروة متاع الراس لقوا إنه هو في علامات الحكة يعني من كتر تشوف من كتر ما هي تحك لدرجة إن هي خلت scratch marks خلت علامات. So what is the most likely diagnosis? شوفوا هذه واضحة. إذا أنت مثلا أو أنت تخيلوا روحكم مديرة مدرسة وقالوا لك إن في ولد صغير في الصف السادس إيده في راسه 24 ساعة ويحك في راسه، فأنتوا طول أول حاجة بتشكوا فيها يعني بدأت هذه حاجة كامل في المدارس وكامل في الصغار، وزيد معاه إن هو إيده يعني قاعدة تحك في راسه إن هو عنده القمل. فهنا the answer is pediculosis. The most likely diagnosis is pediculosis اللي هو القمل. Pediculosis والدرجة في شوش هو البيرميترين لوشن هو the only option. بس في الحالتين لو بتحفظوا الدواء اللي هو البيرميترين لوشن صراحة مش مهم تحفظوا الدواء لأنهم عادة ما يجيبوش مثلا مش هيجيبوا لك بيديكيلوسيس ومعاها مثلا بيديكيلوسيس واحدة مثلا هنا بيديكيلوسيس وهنا بيديكيلوسيس وتو ديفرنت تايبس اوف ميديسين. لو تلاحظوا الأسئلة اللي حناها كلهم يجيبوا فيها واحدة بس فأنتوا خلاص يكفي إن أنتوا تعرفوا ذا مين ثينج. تمام. So the answer here is B. Last question. A 12-year-old young child came to the respiratory clinic as a follow-up for asthmatic symptoms, which per se can be a major risk factor for the symptom. فقال لك أنا في بنت صغيرة جد لمصحة الصدرية بهي مدايرة follow-up هي تشكي من أعراض الأزمة فجيت كل فترة وفترة جيت دير follow-up بهي. فالمهم قال لك إن أما parasite من parasites هادو ممكن تكون major risk factor for her symptoms اللي هو الأزمة يعني من أي واحدة من parasites هادي is a major سامحوني أي واحدة من البروسيس هذه is a major risk factor for asthma. عنا house dust mites, Sarcoptes scabies, Toxoplasma gondii and Pneumocystis jervaci. تمام. طبعا إجابة هنا هي الhouse dust mites. الhouse dust mites هم عبارة عن حشرات صغيرونة بكم نلقوا فيها في الأتات مثلا في الحوج ديما في الأماكن اللي فيها مغبرة مثلا أم تيبتوا فيه بساطات هيك اليوم هلبة ما تنطفوش أو ما نفضناهمش أو سرير قديم. فديما يقول لك ان لو انت مثلا قريتوا مثلا امهات بين كل بين شتاء وصيف ولا بين صيف شتاء يجوا يبوا ينظفوا البساطات كلهم يبدوا ينفضوا فيهم يجوا يكفلوش يبدوا ينفضوا في البساطات او الكنبه او الجلسه او اي حاجه فتبدا تطلع الغبره. الغبره هذيك مرات تكون فيها الدست مايت ومرات انت لو عندك حد في الحوش عنده ازمه بتزيديها لها 20 مره يعني 20 تايمز مور. لو انت عندك شخص عنده ازمه في الحوش وتجي تبدي تنفضي في البساطات ف there's a high chance البساطات هذوك يكون عندهم الhouse dust mites. هذا البرسيت اسمه ميكي واضح من اسمه انهم عباره عن حشرات قاعده في الغبره تسكن في الحياج باهي يعني هي ال definition بتاعها موجود في الاسم هي اسمها house dust mite. فديما يقولوا لهم ان الامهات لو انتم عندكم حد في الحوش يشكي من ازمه حاولوا ان انتم مثلا امتى تبوا تنظفوا البساطات او الغبره حاولوا تطلعوه من الحوش تخلوه يمشي مكان ثاني يمشي الحوش امك حوش بوك تحطوه في اي مكان تضمي حوشك وتنفضي الغبره وهيك وبعدين تردوه لان لو هو كان موجود حيدير اكزازربيشن وحيكون ميجر ريسك فاكتور وممكن حتى يؤدي الى اختناق. So the answer is the house of dust mite. The answer is A. ممكن نكون كملنا.